مساء الخير. أنا بس بذكر عناوين بالنسبة حق الأشياء اللي تطرقوا لها الأخوة من قبل. يعني المعارضة متمسكة بالحوار كاستراتيجية ثابتة ونهج وأدبيات وممارسة، وهذه ظاهرة للعيان سواء على المستوى الداخل أو الخارج. إحنا ندرك أن الأزمة السياسية أزمة سياسية بامتياز، ولا علاج للأزمة السياسية إلا عبر الحوار، الحوار الجاد، وقد يكون حوار مؤلم للبعض ويجب أن نتحمل هذا الشيء. الحل الأمني كما تطرق سعادة الشيخ سماحة الشيخ علي، أن الأمن الحل الأمني مو علاج، هذه يعطل العلاج وكلفة عالية جدا. المعارضة تؤمن بالتغيير الديمقراطي وتسعي لتحقيق ذلك عبر الوسائل الحضارية والديمقراطية السلمية. مشروع مبادرة المعارضة لصالح تحقيق هذا الهدف اللي هو المشروع الديمقراطي. اتهام المعارضة بالانقلاب على نظام قائم، الحقيقة هدف المعارضة إصلاح جذري للنظام القائم وتحقيق المشاركة الشعبية في القرار السياسي. المبادرة اللي قدمناها واللي تلقى عليكم الأخ أبو سلمان لا تتطرق حق جوهر المواضيع، مجرد تهيئة الأجواء لحوار جاد. وجماعة فهموا الأمور بالغلط الظاهر، ولا هم ورفضوا هالمبادرة جملة وتفصيلا، كأن ما في ولا بند صغير داخل هذه المبادرة شيء إيجابي، كل شيء في المبادرة هذه شيء كله سلبي. يعني جميع ما جاء في المبادرة سيء بالنسبة لهم، لا جديد في المبادرة كما علقوا. وهذا يدلل على هاي الأطراف الثلاثة الموجودين حتى اليوم في الحوار كلهم، هذه يدلل على مواقف، يعني عمق التواقف فيما بين الأطراف الثلاثة الموجودين في الحوار حاليا. إذا قسنا المبادرة بالمقاييس البديهية، يعني بالمنطق والعقل، المبادرة منطقية جدا وموضوعية قياسا بالمصلحة الوطنية. المبادرة وطنية حتى النخاع 100%. المبادرة مبادرة راشدة وحكيمة ومن أجل البحرين والانتشار الوطن من الأزمة. المبادرة مشروع بحريني محلي، ما في تدخل خارجي. بالنسبة حق إخواننا في الموالاة ومن في حكمهم يمارسون التقية السياسية، هذه على مستوى داخل جلسات الحوار أو خارج، هم ضد التمييز، ضد الفساد، ضد المحاصصة الطائفية وإلى آخره. بس لنجو على أرض الواقع ما عندهم أي مؤشر أو أي دليل يوحي أن فعلا هم ضد الأمور هذه وينفضحون. يعني إحنا ما شفنا ردود فعل أو أي ملاحظات على تقرير ديوان الرقابة المالية بالنسبة حق الفساد المالي والإداري، ولا بالنسبة لملف الدين العام اللي وصل إلى 44% في 2016 بيوصل 60% من حجم الناتج المحلي. حتى بالنسبة حق الجدير في المعارضة في المبادرة، احنا حددنا طرفين، يعني ممثل عن الأمين العام لدول مجلس التعاون ومثل عن الأمين العام للأمم المتحدة، على أساس يكونون ناظرين في سير عمليات الحوار. وإذا حسبنا حساب دقيق نشوف أن حتى هالجهتين مو في صالحنا كمعارضة. أولا لأن النظام جزء من منظومة دول مجلس التعاون، لذلك غير محايدين. كذلك بالنسبة للأمم المتحدة، النظام عنده حلفاء وأصدقاء واللي هيمنون على النظام العالمي، لذلك بيأخذون مواقف في صالح النظام أكثر من يكون في صالح الشعب.
لو احنا مثلا طالبين جهات محايدة او منظمات دولية، شنو يريدون بيكون يعني بالنسبه، يعني لو منظمات دولية تشرف على يسمونه، شنو بيكون موقفهم؟ يعني احنا ما طلبنا شيء ازيد من ما يطلبونه كل العالم واللي يمارسونه في كل العالم. نتوصل يعني واحد توصل ان اليوم في حوار، واقروا في جلسة الحوار اليوم ان المعارضة انسحبت من الحوار وهم بيستمرون، والجلسة القادمة بتكون 25 ديسمبر، سوف يبنون بالجلسة القادمة ويناقشون جدول الأعمال وهم يقررون عن الشعب. الائتلاف اليوم صرحوا أنهم يمثلون كل الشعب، بينما نحن في أثناء الحوار كنا نأكد أن نحن ما نمثل كل المعارضة كمعارضة، احنا نمثل جزء من المعارضة. يعني مقتنعين في ناس مو في خط الجمعيات السياسية. وشكراً.